طيب في الفيديو ده يا شباب احنا عايزين نتكلم على ايه سريعا؟ عايزين نتكلم على الديزاين بتاع الرينج بيم في درس السيرفيس اوف ريزوليوشن. طيب اتفقنا ايه اللي هيحصل او ايه فكره الرينج بيم؟ ان احنا عندنا نهايه السيرفيس اوف ريزوليوشن هنبقى عاملين سبورتنج بيمز تتحمل الانترنال فورس اللي هتتنقل لها من الايه؟ من السيرفيس اوف ريزوليوشن. فاحنا لو عندنا مثلا السيرفيس اوف ريزوليوشن عند نهايتها ملتقيه كذا اوبشن هنقابلهم، ممكن نلاقي ان احنا عاملين بس فيرتيكال بيم واحده، سيرفيس اوف ريزوليوشن متشال على الفيرتيكال بيم، ساعتها الفيرتيكال بيم دي هي اللي شايله كل الفورسز. وارد نلاقي ان احنا لا ده عاملين واحده فيرتيكال واحده هوريزونتال، وتكون هي قمع واحده برضه، بس القمع الواحده برضه دي ايه؟ فيها نيك انكلاين بيم مش قمع. في كلا الحالات عايزين نعرف ازاي هنتعامل، يمكن الفرق مش كبير ما بين. مبدئيا كده احنا دائما وابدا عشان نجيب الانترنال فورسز اللي جايه على البيم، وتبقى البيم دي نوعها ايه، هنيجي نقف السكشن اللي جاي من السيرفيس اوف ريفوليوشن قبل البيم على طول، وده احنا بنقول ايه اوريدي حسبناه واحنا بندايز السيرفيس اوف ريفوليوشن، طلعنا فيه تي 1 وتي 2 اللي يهمنا دايما تي 1 لان هي ايه الميديان فورس اللي رايحه في اتجاه البرينج بيم. احنا دلوقتي لما يبقى عندنا اي فورس، الفورس دي بتبقى جايه بميل معين واخده نفس اتجاه السيرفيس اوف ريزوليوشن. فلو جينا نشوف الميل هنلاقي ان الزاويه دي بتميل لزاويه الفراغ. يبقى التي 1 ليها ميل معين مع الافقي. طيب الميل المعين اللي مع الافقي ده احنا اتفقنا ان هو ايه؟ الانجل فورس. بنبقى عايزين عشان نقدر نبتدي نعمل اناليسيز للفورس دي لازم نحولها لمركبتين، مركبه فيرتيكال ومركبه هوريزونتال. طيب المركبه الفيرتيكال هتبقى ايه؟ تبقى تي 1 ساين فاي، والهوريزونتال تي 1 كوزاين 4. نفس الحدوته، ممكن تي 1 دي الدايركشن بتاعتها بدل ما السيرفس هنا كان تحت القمع بقى فوق القمع، فنفس الحدوته تي 1 وايه هنحول الفيرتيكال وهوريزونتال. ناخد بالنا من حاجه، ان احنا دلوقتي على حسب دايركشن تي 1 دي انا بحدد الايه التايب اوف فورسز اللي جايه عندي. بمعنى انا دلوقتي فين الاكسس اوف روتيشن؟ لو كان ده مكان الاكسس اوف روتيشن، انا دلوقتي وانا بحلل الفورس بتاعتي تي 1 دي، المركبه الفيرتيكال كده كده اتجاهها خلاص مش هيفرق معايا، لكن المركبه الهوريزونتال ايه اخبارها؟ انت دلوقتي عندك لو جيت تبص اراوند السيرفيس اوف ريزولوشن او اراوند الاكسس اوف روتيشن، لان القمه دي المفروض ان هي بايه بتلف حواليه، فهي في الاخر لو رسمناها بسكيل صغير هتلاقي حوالين الاكسس اوف روتيشن ده شكل ايه الرينج دي، المفروض ده السنتر بتاعها. طيب انت المحلله الهوريزونتال ايه اخبارها؟ لما انت جيت تعمل المحلله الهوريزونتال هل هي رايحه ناحيه الاكسس اوف روتيشن؟ يعني بتشد الدايره دي ناحيه جوه ولا اوت الاكسس اوف روتيشن؟ هتلاقي ان تي 1 دي رايحه ناحيه الاكسس اوف روتيشن. يبقى انت هتيجي دايما على الرينج بيم عايز ان الفورس دي رايحه ناحيه محور الايه؟ الدوران او الاكسس اوف روتيشن. طب انا لما يبقى عندي رينج بيم او حلق الفورس دي ايه اخبارها؟ الفورس دي عايزه السيركل دي السايز بتاعها كده ايه عايزاه يقل، بتضغطها لجوه لجوه، يبقى ساعتها انت من الدايركشن بتاعت المحلله الافقيه عارف ان التايب اوف الانترنال فورس اللي هتتولد نتيجه الهوريزونتال فورس هي كونفرشن. طيب لكن لو الموضوع ده اختلف في المثال اللي على الشمال، نيجي نشوف ادي الاكسس اوف روتيشن، والله ايه اخبار تي 1 دي بتبعد عنه. طب طالما تي 1 بتبعد عنه يعني المحلله الهوريزونتال لو جينا نرسم سكيل صغير شكل الرينج بيم هنلاقي ايه الهوريزونتال فورس دي كلها بتبعد عن الاكسس اوف روتيشن دايما، يبقى عايزه تشد الايه الرينج ده او تكبره، فانت الرينج حاسس بتنشن فورس. يبقى ده اول حاجه. طبعا ان كيس ان احنا عندنا في كيس نمبر 1 عاملين فيرتيكال اند هوريزونتال بيم، يبقى طبيعي طبعا ان ايه المحلله الفيرتيكال هنشيلها للفيرتيكال بيم، والمحلله الهوريزونتال هنشيلها للهوريزونتال بيم، يبقى كانك بتعمل قمرتين مختلفين. يبقى انت الاول عايز تعمل ديزاين اوف الهوريزونتال بيم، الهوريزونتال بيم دي هي شايله بس الهوريزونتال فورس. الهوريزونتال فورس دي قلنا يا اما بتبقى انسايد اوت يا اما اوت سايد انسايد، عايزه تضغط على الرينج فتعمل كومباشن. وات ايفر هي الاتجاه بتاعها ايه ده هيحدد لك هي ضغط ولا شد. لكن قيمه النورمال فورس هي بتساوي ايه؟ دايما قيمه النورمال فورس بتساوي الهوريزونتال فورس مضروبه في الريديس بتاع الدايره. دايما هوريزونتال موضوع في الريديس. طيب القوه دي قلنا لو
من انسايد اوت سايد هتعمل ايه؟ انسايد اوت ده تعمل تنشن على البنك، لو تنشن بطايز انقطاع عليه تنشن بيو تنشن ازاي؟ الحديد بيساوي التنشن الالتيميت على الاف يلد وعلى جاما اس. طب لو كونفرشن كني بطايز عمود، اعوض قانون العمود بالظبط واحط الحديد مثلا ايه؟ اس منه. الفيرتيكال بيم بقى، الفيرتيكال بيم حسب احمال الاتجاه الفيرتيكال، عباره عن ايه؟ الفيرتيكال بيم دي هتبقى حسب رقم واحد من محلله الفيرتيكال لود اللي انت حللتها للتي 1 زائد طبيعي اي حاجه في الدنيا قلنا شايله اوزانها. هنا ايه الاوزان اللي متشاله؟ هتلاقي اولا وزن الفيرتيكال بيم، وثانيا الهوريزونتال بيم دي لازم برضه حاجه تشيل وزنها وكانها بلاطه كده ايه متشاله على القناه الفيرتيكال. يبقى انت في الاخر التوتال لود هو بيساوي المحلله الفيرتيكال زائد اون ويت الفيرتيكال بيم اند الهوريزونتال بيم. الحمل ده بيأثر على قامة رينج بيم، الرينج بيم دي سبورتد على عدد اوف كولومز، النمبر اوف كولومز ده ايه؟ بيكون جيفن ليك في السؤال. طيب عشان تبتدي تحسب القامة دي هي متشاله عليها بقى سيلينج اكشن ايه؟ فطبعا هيطلع نتيجه ان هي رينج بيم اولا بندنج، ثانيا تورشن، وثالثا ايه؟ شي. طيب بيبقى عندنا حاله من حالتين، ايه هما؟ عندنا وارد في الامتحان ان هو يقول لنا النمبر اوف سبورت ده 12 او اكتر. لو كان 12 او اكتر لا هندخل في جداول ولا هنعمل اي حاجه. ايه اللي احنا هنعمله؟ الاول هنهمل عزم الالتواء، يعني هنقول الام تورشن نجلكتد، وثانيا هناخد الستريننج اكشنز على طول من غير جدول، ان الام نيجاتيف ب دبليو ال سكوير على 12 والام بوزيتيف دبليو ال سكوير على 24 والشي دبليو ال على 2، يبقى ده شكل الاي المومنت على الباكيه الواحده. طيب هي ال دي هي ايه؟ ال دي هي طول الباكيه. طب هو طول الباكيه في حاجه رينج تساوي الطول الكلي للدايره اللي هو 2 باي ار على النمبر اوف السبانز او النمبر اوف السبورتات بتاعتك. ان كيس ان النمبر اوف كولومز طلع اقل من 12 يعني 11 10 وكده. هنيجي الاول نحسب حاجه اسمها البي توتال اللي هو الحمل الكلي اللي على البيم، وده بيساوي الديستريبيوتد لود مضروب في الطول الموزع عليه اللي هو محيط الدايره 2 باي ار. يبقى ده كده توتال لود. ان ترمز اوف التوتال لود ده هتيجي تدخل في جدول بيسالك نمبر اوف كولمز قد ايه، هل هم 4 6 8 10 وتبقى العدد قد ايه. لما تدخل هيطلع لك الماكسيمم شير بيساوي التوتال لود على رقم، والبندنج مومنت البوزيتيف حاجه والنيجاتيف حاجه، برضه هتلاقيه ان ترمز اوف ايه كل الكلام ده ان ترمز اوف البي بتاعتك، يبقى كل الكلام ده مضروب في بي. طيب وبرضه نفس الحدوته في الام نيجاتيف، نفس الحدوته في الايه؟ في الام تورشن. بس ناخد بالنا من حاجه ان هو بيديك قدام الام تورشن مكانها فين عن طريق حاجه اسمها السنترال انجل. الانجل دي جايه ليه كام ايه؟ كام ديجري وكام دقيقه. طيب يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان السكشن بتاع الماكسيمم تورشن مش عند السبورت بالظبط، لا ده متحرك منه. طيب في حاجه هنعملها في الامتحان ممكن نعملها دي دلوقتي، ايه هي؟ ان احنا بقى بنقول ان هو دلوقتي الام تورشن ماكسيمم بقت عند مكان معين اوي من السبورت في ثيتا معينه، في ثيتا كده معينه، يبقى ده مكان الام تورشن ماكسيمم، والشي ماكسيمم ده عند السبورت بالظبط. طب انا كده لو خدت التورشن مع الشي الاثنين مش قصاد بعض، طب عايز اجيب الشي اللي قصاد التورشن اللي هو بيبعد نفس البعد بالظبط المسافه اسمها اكس، يبقى احسب الكيو كورسبوند. طيب عشان احسبها هقول ان هي بتساوي الكيو الماكسيمم من التيبل ماينس الديستريبيوتد لود في المسافه الاكس. طب هي المسافه الاكس دي هجيبها ازاي؟ هجيبها بمعلومات الثيتا، حيث الاكس هي بتساوي الثيتا احولها الاول لراديان فاضربها في باي على 180 واضربها في الراديوس اوف السيركل. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيبها بالظبط، وان كان في الامتحان ممكن معدي الوقت هنا. طيب ان كيس ان احنا بقى عندنا لا والله القطاع بتاعنا هي قمه واحده بس فيرتيكال، الحاله دي القامة الفيرتيكال هي هتشيل الفورسز بتاعتي سواء الهوريزونتال او الفيرتيكال، وبالتالي القامة دي هيطلع عليها كل السترينج اكشنز اللي احنا قلناها سواء مومنت او تورشن ان كان هناخده او شيل، ويزيد ان هي كمان هتشيل معايا الايه الهوريزونتال لود اللي احنا كنا بنقول الاكسل فورس كانت بتساوي الحمل الموزع على الهوريزونتال مضروب في الراديوس ونوعه كومبريشن او تنشن، وبالتالي يتولد عندك قطاع عليه مومنت وعليه نورمال. يبقى في الحاله دي هنخش في الحالات بتاعه ديزاين ام اند ام، وهيبقى عندك شير بلس تورشن، دول برضه بيتوازنوا ببعض على ديزاين شير بلس تورشن كومبايند. طبعا ان كيس ان احنا ما اهملناش
انتوش. طيب وارد كمان ان هو يقابلك ايه، ان القامه ذات نفسها تبقى انكلاين. لو القامه بتاعتك انكلاين في الحاله دي انت عايز تحلل الايه الفوسس بتاعتك لمركبتين، المركبتين دول واحده في اتجاه القامه واحده في الهوريزونتال دايركشن. يبقى انا اي فوس عندي جايه لي عايز احللها في اتجاه واحد موازي للقامه وواحد هوريزونتال. طيب اسهل حاجه تعملها عشان ما تتلخبطش في موضوع الزوايا وانت بتعمل التحليل ايه، تعالى ارسم التنشن فورس اللي جايه لك في سكيل وبالميل المضبوط بتاعها. يعني مثلا لو هي طالعه 700 كيلو نيوتن مثلا، رسمتها انت طولها 7 سم وات ايفر ايه، المهم رسمها في سكيل. يبقى ليها طول معين انت رسمه وليكن اسمه ايه، الطول ده نسميه مثلا الف. طيب الطول ده انت رسمه بالميل بتاعه مظبوط. بعد كده عايز تحلل الكلام ده لايه؟ لفوز في ميل القمر. شوف ميل القمر ده قد ايه برضه في المساله، وخده هو هو وقعه بنفس الميل كده، اعمل لاين خط عمل كده بنفس الميل، واعمل عند نهايه الفورس خط عمل هوريزونتال، الاثنين هيتقاطعوا، يبقى دي محلله الفورسز بتاعتك، واحده مع القمر اللي هي الفيرتيكال لود اللي على القمر، واحده في الاتجاه الهوريزونتال بتاعك، يبقى دي هنسميها الهوريزونتال لود. طيب اجيبهم قد ايه من الرسم كده تو سكيل، روح قيس طول كل حاجه، اسمي الفيرتيكال دي طولها مثلا اكس 1 والهوريزونتال طولها وليكن اكس 2، اشتغل بقى تو سكيل. يبقى انت تو سكيل نسبه وتناسب، هتقول ان الفيرتيكال لود اللي هو في اتجاه القمر بيساوي التوتال لود اللي هو كان تي 1، تي 1 دي نسبه وتناسب هتضربها في الطول الجديد اللي انت قيسته بتاع الفيرتيكال لود اللي هو الاكس 1، تقسمها على طول التي 1 اللي هو الالف. برضه الهوريزونتال لود يساوي التي 1 مضروبه في الطول اللي انت قيسته للهوريزونتال اللي هو اكس 2 على ال. يبقى انت تو سكيل رسمت طلعت ايه الكلام ده على طول. طيب خد بالك من حاجه، طبعا بيقول لك ان كيس، يعني لو سالك طبعا افضل حاجه للرينج بيم لو احنا عملناها في نفس اتجاه التي 1، يعني نفس التي 1 هي نفسها البيم، في الحاله دي مش هيبقى في محلله افقيه، الفورس كلها راحت في القمر، فهيبقى عليها بس ستيننج اكشنز من غير الاكسيال فورس. طيب نيجي بعد كده نقول ايه، نيجي بعد كده نقول ان كيس بقى ان السيرفيس اوف ريفولوشن في اثنين سيرفيس اوف ريفولوشن متشالين على البيم، الحاله دي هيبقى عندك دايما تي 1 من ناحيه وتي 1 داش او تي 2 سوري او تي 1 لسكشن 2 من ناحيه ثانيه. في الاخر انت عايز تعمل محلله كل القطاعات دي، يبقى انت تي 1 داش حللتها فيرتيكال وهوريزونتال، تي 1 هتحللها فيرتيكال وهوريزونتال، في الاخر القمه هتبقى حسب ايه بالمحصله، انت عندك محصله فيرتيكال من هنا ومحصله فيرتيكال داش من هنا، مجموع الاثنين ده الفيرتيكال اللي هيروح للبيم، عندك هوريزونتال وفي هوريزونتال داش عكسه، الاكبر منهم هو اللي يغلب في الدايركشن، والمحصله بتاعت الاثنين تبقى الاتش داش ماينس الاتش، يبقى انت في الاخر بتحصل القمه. طيب يبقى القاعده العامه ان دائما وابدا اي بيم عليها تو سيكشنز متصلين بيها هنجيب الفورس من الاثنين ونعمل لهم ايه المحصله بتاعتها. طيب نفتكر كده كنا بنعمل ايه في الديزاين بتاع الشي والتورشن. الشي كنا بنحسب ستريس بيساوي الكيو كريتيكال على البي في الدي، وكنا نيجي نحسب الايه الكنات بتاعتنا، ان نقارن الرقم ده الاول بالتحمل الخرسانه، لو طلع اقل منه يبقى مش محتاج احط كنات احطها مينيموم، لو طلع ان بتوين المينيموم والماكسيموم كنت بحسب كنات، ولو طلع اكبر من البوينت 7 يبقى انا اصلا قطاع انصيف. طب التورشن لوحده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي التورشن لوحده نحسب التورشن ستريس اللي هو الام تورشن التيميت على 1.7 في الاي او اتش بي افكتيف، لما كنا نحسبها كنا نيجي نعمل ايه؟ نيجي برضه نقارن القيمه دي بالمينيموم فاليو اللي هي البوينت 06، لو اقل منها مش محتاج، لو اكبر منها واقل من البوينت 7 محتاج احسب كانت، اكبر من البوينت 7 انصيف. طب لو عندي شي بلس تورشن بحسب ستريس الشي عادي وستريس التورشن عادي، واتاكد اول خطوه ان سميشن سكوير الاثنين تحت الروت يكون اقل من او يساوي الكيو ماكسيمم البوينت 7، لو لا لازم ازود ايه الكونكريت دايمنشن بتاعه، وبعد كده هقارن كل ستريس بالمينيمم بتاعه، فلو الشي اقل من بتاعه بس التورشن اقل برضه من المينيمم يبقى لا محتاجه دايزن شي ولا محتاجه دايزن تورشن، لو التورشن اكبر من المينيمم يبقى محتاج والشي اقل مش محتاج، يبقى هدايزن تورشن بس اللي هي كيس اي. طب لو شي بس هدايزن شي بس، طب لو الاثنين مع بعض شي بلس تورشن دي كيس بي. نفتكر كده سريعا في ديزاين التورشن كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي بعد ما طلعنا الاجهادات نيجي نحسب ان الاريا ستراب بتساوي الام تورشن التيميت في الاس على 1.7 في الاي او اتش في الاف فيلد على جاما اس، وكنا في الاخر بنيجي نقول ايه؟ لا بلاش نكتب القانون كده، نخلي الاس دي الناحيه الثانيه،
يبقى ايه اس على اس هتساوي رقم اقدر اطلعه. طيب الرقم اللي انا هطلعه ده في الاخر بيطلع لي الكانات بتاعتي قد ايه. عرفت الاي اس على اس، تقدر تاسيوم باي الكانه، فتاسيوم الاي اس تشوف السبيسنج قد ايه، لازم يبقى من 100 ل 200. طب هل بس كنا بنقاوم التورشن بحديد كانات؟ لا، كنا بنحسب كمان حديد طولي. الحديد الطولي ده كنا بنقسمه على الفور سايد، كنا بنسميه الاريا تي لونجيتيودنال، وهو بيساوي الاي اس على اس اللي انت طلعتها في الخطوه اللي قبلها، في البي اتش من خواص القطاع اللي هي محيط الكانه، في تحويله اجهاد يبقى في اف ييلد الحديد الطولي على اف ييلد الحديد سوري اف ييلد حديد الكانات على اف ييلد حديد الطول. يبقى ده في الاخر كان تسليح الايه؟ كان تسليح التورشن. طب لو احنا دلوقتي شير اند تورشن هنعمل ايه؟ هنروح نحسب من التورشن الاريا ستيرب بنفس القانون، بس مش هتبقى دي الكنايه الكليه، دي هسميها اريا ستيرب على اس واحد، واروح للشير واقول في الشير ان الكيو التيميت ماينس كيو سي يو على الاثنين تساوي الان في الاي اس في الاف على جاما اس في البي في الاس. القانون ده عايز برضو اودي الاي اس على اس في طرف لوحدها عشان اطلع ايه؟ اي اس على اس 2 بتاعت الشير. في الاخر انا الكنايه الكليه بتساوي اي اس على اس 1 زائد اي اس على اس 2. برضه هاسيوم الكان قد ايه واطلع سبيسنج. لو السبيسنج لازم يبقى من 100 ل 200، طبعا لو طلع اقل من 100 يبقى لازم تجرب كان بدايمتر مختلف يكون اكبر، لو اكبر من او يساوي 200 خدها 200، لو بين ال 100 وال 200 يبقى النمبر في المتر بيساوي 1000 على الاس. وستيل اللونجيتيودنال هيكون محسوب بس من التورشن كما سبق ذكر. طيب عندنا مثال، يمكن المثال ده كنا حليناه مع بعض قبل كده كايه؟ كسيرفيس اوف ريزوليوشن. احنا بس كل اللي يهمنا دلوقتي لو هنتكلم على رينج بيم بي 1، هنلاقي ان احنا في سيكشن شمال وسيكشن يمين، في الاخر طلعنا الدي 1 اللي على السيكشن الشمال برقم معين وليها انجل معينه، وناحيه اليمين رقم بانجل معينه. هنيجي نعمل ريزوليوشن للاثنين، هنلاقي ريزوليوشن ايه؟ الافقيه 16.89 وعكسها 9.11 والفيرتيكال 18 والناحيه الثانيه 16. في الاخر الكاميرا دي ليها اون ويت كمان بيساوي ايه؟ بيساوي 0.3.8 ابعاد الكاميرا 30 في 80 ومضروب في جاما كونكريت طلع 6. طيب في الاخر التوتال لود الفيرتيكال اللي على الكاميرا هيساوي الاون ويت بلس محلله التو فورسز الفيرتيكال، طلع كله 41. طب والهوريزونتال هيبقى الكبيره ماينس الصغيره، يبقى 16 ماينس 9.11 يطلع 7.78. وناخد بالنا من حاجه ان السكشنز اللي احنا بنتكلم عليها دي والله ايه علاقتها؟ المحلله في الاخر طلعت ايه؟ ناحيه الفوز الكبيره هي اللي كسبت. فهنلاقي ان طلع الكلام ده لو جينا نبص على اماكن السكشن، فين سكشن 3 وفين سكشن 2، هنلاقي ان ايه؟ الاكسس اوف روتيشن كانوا في المساله هنا هو كده ناحيه الشمال، دي الكنتليفر ودي الرينج بيم او دي الدوم سوري، والاكسس اوف ريفوليوشن موجود هنا في النص. هنلاقي ان المحلله اللي كسبت هي اتجاهها رايح ناحيه الاكسس اوف روتيشن، يبقى بالتالي هي عايزه تعمل ايه في الرينج بيم؟ هي عايزه دايما تضغطها للداخل، وبالتالي هي كومبريشن. الكومبريشن ده بيساوي القيمه اللي كسبت اللي هي 7.78 في الراديوس بتاع الدايره اللي هو 8 متر في المساله، طلعت 62. يبقى انا في الاخر عندي كاميرا، الكاميرا دي اتشال على نمبر اوف كولومز معين اللي هو مديني في المساله 8 اعمده. 8 اعمده مش هقدر اعمل اي حاجه، يبقى هاجي احسب الحمل الكلي بيساوي دبليو في 2 باي ار، يبقى 41 ده الحمل الفيرتيكال في 2 باي ار، طلعته 2090. ادخل في الجدول اعوض في الكلام ده، يبقى مثلا بيقول لي ايه في الجدول؟ بيقول لي ان الان بوستيف بوينت 0042 في الحمل الكلي في الريديوس، يبقى بوينت 0042 في الحمل الكلي في الريديوس طلع 70. الام نيجاتيف طلع 138، التورشن طلع 10. طب الثيتا بتاعته الجدول قال لي ان هي عند ايه؟ ثيتا 9.55 ضربها في 180 في الار تطلع المسافه بتاعت الكريتيكال سكشن. هقول الكيو بتساوي اللي في الجدول اللي هي البي على 16 ماينس الدبليو في المسافه بتاعت الكريتيكال سكشن، طلع بتساوي 75.18. هاجي دايزن بقى الكاميرا الاول شير اند تورشن، هلاقي شي ان تورشن طلعت ستريس الشي 0.5 وستريس التورشن برضه طلع 0.5. طب المينيموم بتاع الاثنين بتاع الشي 0.24 في جزء اس على جاما كونكريت 0.98، يبقى الشي نجلكتد.
بتاع التورشن يطلع 0.24، يبقى لا هياخد معايا تورشن في الحسابات. طيب الماكسيمم الاول اتاكد 0.7 في جذر اف سي على جاما كونكريت ب 2.86، ايه اكبر من الاكشوال، يبقى بس هحسب الكنايات بتاعتي. عايز ادايزن فور تورشن، احسب كنايتي، يبقى ليا اس على اس بتساوي الام تورشن على 1.7 في الاي او اتش في الاف فيلد على جاما اس، طلع بتساوي 0.23. هسيوم فاي 8، يبقى اعوض بالفاي ب 50.3، 50.3 على اس بتساوي 0.23، الاس طلعت 200، يبقى 5 فاي 8. طب لو عايز ادايزن اللوجيتيودنال بتاعنا، عندي مومنت ونورمال، النورمال الالتيميت 1.5 في 62، والمومنت الالتيميت 1.5 في عندك قطاعين المفروض مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. هتيجي تطلع ايه القطاع بتاعك، هو ايه اخباره. اول حاجه هتشيك على النورمال، طلع النورمال على الاف سي يو في البي في تي اقل من 0.04، فبنعمل نيجلكت للنورمال وندايزن مومنت عادي خالص. طلعنا الحديد ب 942، نتشيك نقارن بالمينيموم. في الاخر الايز توتال هنسلحها في اي قطاع هي بتساوي الحديد اللي طلع من المومنت والنورمال ديزاين بلس الاي اس تي لونجيتيودنال على 4 اللي جايه من التورش. طب كده احنا استعرضنا سريعا خطوات ديزاين الوينج بيم، واخدنا مثال عشان نفتكر بس الكلام ده تطبيقيا بيبقى عامل ازاي.